بعد تثبيت قطعة العمل بالعينة بالمخرطة البلغارية. هنا ثبتنا قلم الخراطة راح نبدي نعدل الوجه، ومن ثم بعدها راح نبدي بعملية التثقيل. في البداية ثقب سنتر هسه كما موضح بهذا الشكل، وبعدها راح نبدي نثقب البرامل بريمة هسه هذه 10 ملم، وبعدها راح نكبر الثقب مالتنا بعد هاي عملية التثقيل. هسه هذه بريمة 10، ومن ثم بريمة 12 ملم حتى نكبر الثقب. وبعد هذه العملية راح نبدي بقلم داخلي لتكبير الثقب مالتنا. هسه هذه 12 ملم، هاي ثقب نافذ كما موضح بهذا الشكل. وبعدها راح نبدي بالقلم الداخلي. هنا الشغل اللي بنسوي احنا نهيئ القطعة مالتنا لعمل سن داخلي. هسه بس مجرد سوينا تثقيب للبوشة الداخلية، القطر الخارجي 60 ملم والقطر الداخلي سوينا 18. احنا هنا رح نبدي بعد الخطوة رح ناخذها 1.5 ملم بالفيديو الجاي. هسه بس مجرد احنا بنكبر الثقب مالتنا رح نفقد نتوصله الى 18 ملم او 18.5 ملم، لان احنا نريد السن الداخلي يكون لازم القطر 20. فإذا 1.5 يعني 20 ناقص 18.5 تطلع المسافة هي 1.5. إحنا هسه بالبداية بس بنهيئ القطعة لعمل سن.